أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة أكاديمية الشطرنج العربي. هنشوف فيها مواضيع متعددة مثل أدوار شطرنج خالدة، تكتيك، حكايات شطرنجية، مواقف شطرنج، افتتاحيات شطرنج، نهايات أدوار، استراتيجية، شخصيات شطرنجية شهيرة، قانون الشطرنج، وباب إضافي تحت اسم رغبات الأعضاء اللي بيعلقوا على هذه الفيديوهات. ولو وجدت احد العناوين اللي الكثير من الاعضاء بيطلبوها هحاول اخصص لهم فيديو يتناول الموضوع اللي بيختاروه، وبكده اقدر البي على قدر المستطاع رغباتكم. ولا ننسى في النهاية شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. أكاديمية الشطرنج العربي، فيديو رقم 16، أدوار شطرنج خالدة. الدور ده تم نشره من قبل في سلسلة ملوك التكتيك في مجموعة أدلف أندرسون، وهو مشهور باسم الدور الدائم الخضرة. ورغم نشره من قبل إلا أنه يستحق أن ينضم لمجموعة أكاديمية الشطرنج العربي. يلا نشوف تسجيل لهذا الدور. ودلوقتي يلا نستمتع بأحد روائع الشطرنج بين أدلف أندرسون وجان ديو فرانس سنة 1852، واللي أطلق عليه بطل العالم إيمانويل لاسكر لقب الدور الدائم الخضرة. يلا نستمتع بالدور. أندرسون لعب E4، E5، نايت F3، نايت C6، بيشوب C4، بيشوب C5 الطابق الهادي. وهنا أندرسون لعب B4، ودي بتدخل الطابق الهادي في افتتاح آخر اسمه جامبيت إيفانز. الأبيض بيضحي ببيدق علشان يقدر يكسب وقت، وبيخلي الفيل بعيد عن الوسط عشان يقدر يلعب D4. بيشوب B4، C3 عاوز الفيل، بيشوب A5، وهنا يقدر الأبيض يلعب D4 وبيضحي مرة أخرى ببيدق. والأبيض خطته إن يفتح أكبر عدد ممكن من الأعمدة في الوسط عشان يهاجم الملك الأسود. E4 بالطبع الأبيض ما يقدرش ياخد ببيدق C3 علشان مربوط على الملك، ولذلك بيكمل بكسل. ودلوقتي الأبيض بيهدد فعلا إن يلعب C takes D4، وبيحصل على وسط البيادق التقليدي اللي بيتميز بوجود بدائين في E4 والD4. ولذلك الأسود لعب D3 عشان يحرم الأبيض من الأخذ على D4. وهنا أندرسون ما بيخدش البيدق اللي على D3، إنما بيواصل في الهجوم وبيلعب Qb3، عاوز ياخد على F7 بكش. والأسود بيدافع Qf6، ولكن الوزير في موقع معرض للخطورة. وبالفعل أندرسون بيكمل E5 عاوز الوزير، والأسود بيلعب Qg6. لو الأسود ملعبش Qg6 وأخد بيدق E5 بالحصان، دي هتبقى نقلة سيئة علشان الأبيض هيكمل بروك E1 بيربط الحصان وعاوز ياخده. والأسود بيكمل Bd6، نايت E5، Ge5، وهنا الأبيض بيكمل بكوين E4 تشيك، وبيفوز بالفيل اللي على الA5 الغير محمي. ولذلك في الموقف ده ديو فرانس ما خدش البيدق بالحصان وكمل بكوين G6، وأندرسون كمل بروك E1، نايت GE7، بيشوب A3، وهنا ديو فرانس لعب B5. ودي نقلة مشكوك فيها لأنها بتضيع وقت، وكان المفروض إن الأسود يبيت ويذهب بملكه للأمان، لكن هو فضل إن يلعب B5 ويترك ملكه في المنتصف، وحيدفع تمن هذا غاليا. على اي حال النقلة B5 دي فرانس بيلعبها علشان يفتح عمود للرخ، ولكنه بذلك بيخترق مبدأ انه يجب عليك تجنب فتح الخطوط عندما يكون ملكك في المنتصف. على اي حال أندرسون كمل Qb5، روك B8 عاوز الوزير، Qe4، بيشوب B6، نايت Bd2، بيشوب B7، نايت E4،
وهنا ديو فرانس لعب كوين F5، ودي نقلة سيئة لأن الأسود بيضيع تاني وقت وبيحاول يهاجم رغم إن ملكه مازال في المنتصف، وكان من المفترض عليه إنه يبيت وبعدين يهاجم، لكن هو فضل إنه يهاجم أولا ولعب كوين F5 بيكثف الضغط على بيدق الإي 5. وهنا أندرسون بدأ في الهجوم الفعال ولعب بيشوب تيكس دي 3. الأبيض دلوقتي بيهدد إن يكشف بهجوم على الوزير ويلعب الحصان إلى مربع دي 6، بيكشل الملك وفي نفس الوقت الفيل بيهاجم الوزير وحيفوز بيه، والأسود رد بكوين H5. وهنا أندرسون لعب أول نقلة تعتبر نقلة مفتاح في هذا الدور، وهي نايت F6 تشيك. أندرسون بالنقلة دي بيدي شوكة ملكية للملك والوزير، والأسود مجبر على لعب جي تيكس F6، وده بالضبط اللي عاوزه أندرسون لأنه بيكمل بإي تيكس F6 وحيسترد الحصان اللي ضحاه، لكن في نفس الوقت بيفتح عمود هام جدا على الملك الموجود في المنتصف وبيبتدي هجومه النهائي. ولكن الأسود برضو بيهاجم وبيلعب روك G8، ودلوقتي الأسود بيهدد إن ياخد حصان F3 معتمدا على إن بيدق G2 هيكون مربوط على الملك أمام الرخ، لكن أندرسون بيتجاهل هذا التهديد وبيلعب روك AD1 وبيكمل في هجومه. والأسود كمل في خطته كوين تيكس F3، ودلوقتي الأسود عاوز تشيك ميت على المربع G2. وهنا أندرسون بدأ في المرحلة النهائية من هجوم المميت على الملك الأسود ولعب روك تيكس E7 تشيك، والأسود رد بنايت تيكس E7، ودي نقلة سيئة. ودلوقتي الأبيض عنده كش مات إجبارية للملك الأسود. على أي حال أندرسون هنا ابتدى مجموعة من التضحيات المذهلة وبدأ بكوين تيكس E7 تشيك، والملك مجبر على أخذ الوزير، وكمل ببيشوب F5 تشيك بكش مزدوجة بالفيل والرخ. لازم نلاحظ إن الفيل والرخ الأبيض مش محميين، والأسود ممكن ياخدهم سواء بالحصان أو بالوزير، لكن بما إن دي كش مزدوجة فالأسود لازم يحرك الملك. وبالفعل الأسود لعب كينج E8. طبعا الأسود لو ملعبش كينج E8 وحاول يهرب بلعب كينج C6، الأبيض حيدينه تشيك ميت في نقلة واحدة ببيشوب D7 تشيك ميت. ولذلك في الموقف ده الأسود كمل بكينج E8 وأندرسون كمل ببيشوب D7 تشيك، ودلوقتي الملك ممكن يجي في المربع F8 أو في المربع G8، وسواء جه في G8 أو جه في F8 رد أندرسون واحد وهو بيشوب تيكس E7 تشيك ميت. الحقيقة دور جميل من أندرسون، شفنا فيه تضحيات مذهلة ورائعة، ولازم ناخد بالنا إن الأسود مازال بيهدد بكش مات في نقلة واحدة على المربع G2. وكمان لازم نلاحظ إن الدور الدائم الخضرة والدور الخالد بيشتركوا في نفس النقلة الأخيرة، وهي بيشوب E7 تشيك ميت. وإلى اللقاء مع ملك آخر في هذه السلسلة. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.